بالنسبة للأحزاب المفوض من طرف الحزب، التفويض من تفويض الحزب، وأما بالنسبة للقوائم الأخرى الحرة فيجب على الراغب في السحب أن يقدم القائمة، قائمة الترشيحات بعدد المقاعد المطلوب شغلها في الولاية، وهذا الملف الذي يسحب على مستوى التنسيقية. اللجنة هذه تسلم له هذا الملف زائد قرص معه لإدراج في هذا القرص جاء لأعضاء القائمة والتوقيعات، يعني كل شيء يكون في هذا القرص الملف. وبالإضافة إلى ذلك يستلم الراغب في الترشح منا يستلم استمارات التوقيع. فاندو أفريس الديرني ديلي يحطها على مستوى اللجنة، نسموها اللجنة الولائية للدائرة الانتخابية، وهي اللي تجتمع ومكتبها راه هنا في، يترأسها قاضي برتبة مستشار يعينه رئيس المجلس القضائي. القاضي معين والمكتب موجود والتجهيز موجود، احنا في انتظار تلقي هذا الملفات، وهذا حتى التاريخ هذا على الساعة منتصف النهار. تصديق على الاستمارات كان مخولا لأمناء البلديات ومن يفوضونه، يعني يقدروا يفوضوا واحد زوج ثلاثة أربعة على حساب الطلب، بالإضافة إلى الموظفين العموميون الموثقين المحضرين القضائيين المترجم الترجمان، هذوكا كان عندهم حق. المحافظ البيع بالمزاد العلني كان لهم صلاحية نتاع المصادقة على التوقيعات، يعني ما بقاش واحد يروح المكان وما يلقاش التوقيع. هذا بالإضافة إلى تشكيل أو تنصيب شبابيك للتصديق فقط، فيها عدة موظفين حتى أصبح الإنسان نهار يمشي بالتوقيع ويدي معاه الموقعين ما يبقاش حتى لحظة ما. زادت وسعت من أول أمس إلى رؤساء أمناء الضبط، رئيس أمانة غريفيون شاف، رئيس أمانة الضبط بالمحكمة، رئيس أمانة الضبط بالمجلس القضائي، زاد إلى هذا مدراء التقنيين والشؤون العامة بالولايات، مدير الإدارة المحلية بالنسبة للجزائر العاصمة لأن عنده كاين مدير الإدارة المحلية، رؤساء ديوان للمقاطعات الإدارية لشيف دو كابيني نتاع المقاطعات الإدارية، رؤساء المصالح بمدير التقنية والشؤون القانونية، رؤساء الدوائر، رؤساء المشاريع بالنسبة لولاية الجزائر، الأمناء العامين للدوائر. القاضي كان يرفض مجموعة من التوقيعات ويطلب من المترشح يقول له روح جيب لي هذا الناس باش نتحقق من الهوية نتاعهم ولا صح هما. هذه كانت تشكل صح عائق للمترشح، هذه خلاص هالجهة القانون وصبحت ما يجيب حتى واحد بيعرف، وقتر كاين اللي راه يعتقد انه يجوا الناس يصدقوا عند القاضي ما يجوش عند هذا، كاين يجيب السيدي نتاعهم ومن بعد كاين التطبيق اللي تخدم الخدمة هذه. هنا هذا رفع الثقل على المترشح سهلنا له. هذا القاضي اللي يترأس هذه اللجنة تراقب التوقيعات فقط لا غير وتسلم محضر، من بعد في الملف إيداع الملف على مستوى التنسيقية هي اللي يفصل فيهم المنسق. هذا الصلاحية اللي كانت سابقا لسيد الوالي في حالة الرفض، المنسق الولائي يصدر قرار برفض ترشح سواء القائمة أو الفرد، ثم هذا الرفض ماهوش نهائي، عنده وسائل أخرى يعني تمنع، ماهوش نهائي القرار تاع المنسق ليس بنهائي، يبقى خاضع وقابل للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، حتى قرار المحكمة الإدارية ليس نهائي
يبقى له درجة أخرى يمكنه أن يطعن به في الاستئناف أمام، هو القانون يقول أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية، ولكن هذه بما أن هذه المحاكم الإدارية الاستئنائية لم تنصب بعد، فيبقى القانون بحكم انتقالي خليها لمجلس الدولة، ومجلس الدولة هو اللي يفصل نهائيا بقبول ترشحه أو رفضه. في حالة رفض عضو من القائمة، مترشح من القائمة، تمكن القائمة هذا من استخلافه بآخر، ولكن شرط أن يكون ذلك على الأقل 25 يوم قبل تاريخ الانتخاب، قبل يكون 25 يوم. طبعا مش ممكن نبقى ومن بعد كاين إجراءات أخرى، كاين القوائم الانتخابية، كاين لي بولتان، كاين هذه كاع، يعني 25 يوم يقدر له. وهو المنسق أولا عنده 8 أيام للفصل، منسق المندوبية عنده مدة 8 أيام للرفض، وإذا ما رفضش في مدة 8 أيام يعد الملف مقبول، هذا بحكم القانون.